السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شحال جيب لنا 600,000 من المنتوجات من عليكسبريس مع تخفيض 11 نوفمبر 2024. ذوك نحسبوا عندنا تقريبا 9 منتوجات، وشحال طحنا بدرهمنا باش تقدر تشري من عليكسبريس. ما تضيعوش هذه الفرصة، تخفيضات نتاع عليكسبريس تاع 11 نوفمبر 2024. صح، درك عندنا تقريبا 9 منتوجات، وانت تختار منتوج. نعطيك من سبيل المثال باش تعرف باللي التخفيضات راه بدات 11 نوفمبر 2024. انت درك تشري لي نواظر مثال يديروا هنايا تقريبا 40,000 ولا 30,000، بالك هنا في الزيت تلقاهم تقريبا 100,000 ولا 150 حتى 200,000. فهمتوا؟ وكذلك تقدر تشري من عليكسبريس وتعاود تجيبهم للزيت وتعاود تبيعهم عادي، ولا تحل متجر، ولا تحل صفحة فيسبوك دير شراء من عليكسبريس والناس يولي دوموندي من عندك، وتدي حقك وتدي الفايدة نتاعك، والتجارة الإلكترونية خاطر فيها فايدة كبيرة معنا اللي ما يعرفلهاش. ها ايوا تكون على بالي، انا تقريبا راني يقول عامين مع تجاره الكترونيه، والحمد لله يا ربي جبت الارباح ما شاء الله. ما نقولش الارباح شحال، وانما ارباح لبس بها معناها، ماهيش قاعد نقول ارباح ارباح ارباح، وانما خير ما كانش. فهمتوا خاوتي؟ باش تعاون بها روحك، مثلا تاع الشهر تجيب 3 ملايين و4 ملايين ولا 5 ملايين، وما تكفيكش مع العائله نتاعك، ولا عندك اولاد مثلا عندك 5 ولا 6 وشهريه نتاعك ما تكفيكش، تقدر دير التجارة الإلكترونية من تليفون، عفوا من تليفون تاعك عادي، مو شرط تكون عندك الحاسوب. حاسوب فيما يعاونك، عاونك في تكون شاشة كبيرة تعاونك، هذا مكة. صح، نبدأ على بركة الله. دركا وش نديرو؟ نجمعو المنتوجات ومن بعد نشوفو السعر اسكو يفوت 600,000 ولا ولا. صح، احنا عدنا هذا النواظر قالك يدير 1.18، كان يدير 2.08 وخصم او تخفيض هو 43%. صح، هنايا دوك نديرو الشراء يعطينا اجمالي، يعطينا اجمالي نتاع المنتوج. هنا يقول لك الاجمالي هو 2.39. صح، دوك كيفاش نحسبوها؟ نجيبو اله حاسبه باش نحسبوها مع بعضنا. اسكو تفوت 600 ولا والو؟ نديرو 2.39 زائد، نشوفوا ثاني منتج اخر قال لك هذو السماعات كان يديروا 7.55 دولار اورو عفوا، ومن بعد داروا تخفيض الرسوم، تخفيض عفوا، داروا 40% وداروها 4.53 يورو. صح، نحسبوا نديروا زائد، قلنا 4.53 نزيدو زائد، نروحو للمنتوج الثالث قال لك هذو سماعات كان يديرو 18.92 معنا تقريبا 19 يورو، والخصم او كما نقولو حنايا تخفيض 50%، نديرو اجمالي. دقيقة خاوتي هنا غلطنا، الى ما موتك نعاودو كاع من جديد باش يكون حساب مريقل. صح، نسبرمو هذه، قلنا 2.39 زائد هذا كيتمان ديرو زائد 4.53 زائد 11.80 زائد، وهنا يقول لك كذلك 3.47 كان يديرو 4.96 و 30% داروها 3.47. نديرو الشراء يعطيني إجمالي، هنا يقول لك 3.69 نديرو زائد 3.69 زائد، ومن بعد راحو هذوما السماعات عفوا الساعة قال لك دي 2.51 وكاد دي 3.21 وداروا تخفيض 22%. نديروا الشراء، عطينا اجمالي
يقول لك 2.51 ليرو زائد 2.51 زائد، من بعد نروح لمنتج اخر، ايوه عندنا ثاني الساعة 2.32 نديرو زائد 2.32 زائد، هنا يقول لك الساعة دي 23 يورو فاصل 15 وكتدير. شوفوا خاوتي هنا، شوف 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 شو هذه الساعة، شوف شوف كتدير 144.70 وداروا التخفيض 84%. دوك هذه كنا نرجعوا لها شو حكا تدير من قبل، نديروا الشراء يقول لك ها كانت دي 23 داروا لك 22.76 نديروا زائد 22.76 زائد، وهذه كذلك نديروا زائد 3.28 زائد، هذه ثاني الساعة شحال دير اجمالي تاع 2.58 قال لك 2.58 تساوي جاتنا 55.86، معناها فايت 600,000. معناها نجي نحسبوها نديرو 55 خاوتي، نديرو 55.86 في 24، معناها الاورو يدي 24، احنا نديرو 24 جينا 1,340,000. معنى هذوما المنتوجات تحتشيهم من برا في الجزائر يتقاوموا لك بزاف، تقاوموا لك تقريبا زمنين ولا زمنين ونص، فهمتوا خاوتي؟ وكل ما تشري دولار ولا الاورو رخيص راه يجيك السعر تاع المنتوج رخيص، هذه تكون على بالك. ها ايوا صح، نرجعوا الساعه خاوتي، استنى الساعه ساعة، أيوة هذه الساعة شوفوا معي مليح، شوف نحسبوها مليح، هذه الساعة هذه الساعة قال لك تدير 144، نديرو 144.15 يورو كدير شحال 144.70 صح، نديرو 144.15 دقيقة فاصل 15 نضربوها في 24 اورو اي دي 24 دقيقة 144 نديرو احنا 144 نضربوها في احنا نديروها احنا خاوتي سيدي نديروها 141 141 نضربوها 24 144 ضرب 24 شوف هذه قبل التخفيض، يديروا قبل التخفيض خاوتي شو معملي قبل التخفيض كدين 144.70 معناها تقريبا 141 حسبناها بدراهمنا خاوتي جاتنا 3,384. اسمع معي مليح، كتدير 3,384 وداروا التخفيض تاعها 23.15 صح، شوف هذا العدد او الدراهم 3,384 صح، نكوبو هذه باش نحسبوا شحال ناقصه بالدينار الجزائري صح، نحلوا هذه اني خلوه حد اخوتي باش يكون الحساب مريقل صح، عفوا نديرو الشراء يعطينا اجمالي قال لك في التخفيض داروها 22 فاصل احنا نديروها 23 روح نديروها 23 روح 23 في 24 23 في 24 552 معناها 500,052,000 552,000 شو عملي ها، معناها فرق بين قبل
قبل التخفيض كان دي 3 ملايين 300 و 400، وبعد التخفيض داروا 552. صافي معي شحال ناقصة؟ نديروا مثال هذه شو ما مليح درك نقول لك شحال ناقصة، نديروا شحال ناقصة خاوتي باش يكون فيديو واضح صح. تبع معي مليح، نديروا 3 ملايين 384 ناقص شحال خاوتي؟ 552 تساوي ناقصة تقريبا 2 ملايين و832، 2 ملايين و832. معناها هذه الفرصة ما ضيعهاش، من درك حل صفحة في الفيسبوك ولا حل متجر ودي الترويج وتكال ربي سبحانه. شتو فرق كبير مع هذه التخفيضات تاع 11/11/2024، معنا عندك وقت حتى ديسمبر ومازال مدير تخفيضات حتى ديسمبر، معنا هذه مدة تقريبا 20 يوم. روح افتح صفحة في الفيسبوك وحط فيها منشور ودير عليها الترويج، خص عليها 100,000 ولا 150 وتكال ربي سبحانه. هذه خاوتي موصيكم، وعجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس باش يجيك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.